أصبحت الأعمال تتجه إلى أطراف بغداد. من ضمن مناطق أطراف بغداد عندنا مقاطعة كبيرة جدا اللي هي مقاطعة 2/10 و3/10 أو بتشير الثانية، اللي هي تبدأ من نهاية حي التراث ومن ثم صعودا إلى طريق بغداد كربلاء. كانت هذه المنطقة هي عبارة عن مكب للنفايات، وكانت كثير من مكبات أو مقلع لترك الأنقاض مال البناء اللي تصير في كل منطقة الكرخ. الحمد لله احنا استطعنا إزالة تقريبا بحدود 65% من هذه المناطق، وحددنا بنفس الوقت طبيعة أو وجه الأرض اللي كانت هي أصلا موزعة للمواطنين، حتى تستطيع دوائر الطابو والدوائر البلدية من فرز القطع وتسليمها إلى أهلها، وثم القيام بعمليات البناء وتخفيف الزخم السكاني. أما تخفيف الزخم المروري فهذا الطريق، يعني بإمكانك أنت تجي من مطار بغداد أو تجي من مناطق السويب والرضوانية وحي الجهاد وكلها، بعد ما تدخل إلى سنتر بغداد وإنما من الخارج وتطلع، وطرق كبيرة وواسعة، يعني أصغر طريق هو طريق 40 متر تقريبا، بينما ما تبقى هي طرق 100 متر أو أدنى. مستمرين بتنفيذ الحملة التي دعا إليها السيد دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم بتقديم الخدمات المناطق الزراعية ومناطق أطراف بغداد والمناطق التي تكون فيها الخدمات معدومة أو قليلة. وبعد أن أكملنا مشاريع عدة في بلديات مختلفة انتقلنا إلى بلدية الرشيد وأنجزنا أيضا مشاريع كثيرة، ونحن اليوم بصدد مشروع جديد في كفاءات السيدية وأبو تشير، مقاطعة 2/10 3/10، وهو رفع التجاوزات والأنقاض وتسوية التربة وتهيئة التربة لكي تتسنى للبلدية فرزها وتسليمها للمواطن. خلال 10 أيام من الآن ستبدأ أعمال التبليط في حي الأمين الأولى، وهذه المنطقة كانت منطقة عشوائية، اليوم الحمد لله استطعنا من تحويلها إلى منطقة بلدية. بدأ يشعر المواطن بأنه ينتمي إلى هذا الوطن نتيجة أن الحكومة وصلت بالخدمات إلى هذه المناطق المحرومة التي عانت من نقص كبير لعشرات من السنين. اليوم نحن متواجدين في هذه المنطقة رغم الظروف الجوية صعبة، ولكن العمل يجري على قدم وساق، وكذلك باقي المناطق في الديوانية نحاول أن ننجز الأعمال ضمن السقف الزمني حتى يتم الشروع بالعمل بمناطق أخرى، كون الديوانية هي محافظة تحتاج إلى الكثير، هناك نقص كبير في الخدمات. إن شاء الله نكون على العهد لأبناء الديوانية وكذلك للحكومة المركزية بأننا قادرين على انتشال واقع هذه الخدمات. نسب إنجاز فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية
نسب متقدمة جدا الحمد لله والشكر. أنجزنا حي العامل بنسبة 100%، وأنجزنا حي الأمين الثاني بنسبة 85%، وأنجزنا حي العامل الملحق بنسبة 85%، وأنجزنا حي الأمين الأول وحي الأمين الملحق بنسبة 60%، وأنجزنا حي الميكانيك بنسبة 100%، وأنجزنا دور سيد محمد بنسبة 100%، وأنجزنا طريق مشروع ديوانية حمزة السياحي خيري بمساحة 40,000 متر مربع بنسبة 100%، وأنجزنا تبليط شوارع الشامية بمساحة 30,000 متر مربع بنسبة 100%، وأنجزنا تطوير شارع 40 في أم الخيل بنسبة 55%. تنفيذاً لتوجيهات دولة السيد رئيس الوزراء بمتابعة أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، تأتي زيارتنا إلى محافظة ميسان للاطلاع على نسب الإنجاز وما وصلت إليه المشاريع التي ينفذها الفريق ضمن خطة عام 2022 وإعداد خطة جديدة لعام 2023. تم عقد اجتماع مع الفريق بحضور رؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة وأعضاء الفريق، والاتفاق على المشاريع المهمة التي تقدم خدمات مباشرة للمناطق المحرومة وذات الكثافة السكانية في مجال الكهرباء والماء والمجاري والتبليط والصحة أيضا والتربية. كذلك عددنا خطة لتأهيل المستشفيات وبناء البيوت الصحية في القرى المكتظة بالسكان التي لا تتوفر فيها خدمات صحية، كذلك حملة لتطوير وتأهيل المدارس لاستغلال هذه الفترة من العطلة الصيفية المتبقية لترميم المدارس إن شاء الله. فريق ميسان متقدم بنسب الإنجاز، أنجزت جميع المناطق التي دخلها الفريق سابقا. ناقشنا هذا اليوم منطقة المدثرة، وضعت خطة عاجلة لغرض إكمال الأعمال البلدية بعد أن تم إكمال أعمال الماء والمجاري والكهرباء. توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم بأن يكون هناك سقف زمني كحد أعلى 30/9، وثبتت جميع النواقص وهيئت الآليات المطلوبة لغرض إنجاز هذه الأعمال. أيضا ناقشنا خطة عام 2023، وضعت أسبقيات أيضا، وكذلك تم الشروع بوضع خطة للدخول بثلاث أقضية هي قضاء المجهر والكحلاء وقلع الصالح، وستكون هناك أعمال تباعا لبقية الأقضية والنواحي.